مصر بتواصل زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين جهودها لاستضافة البطولات القارية في 2024. عندنا أكتر من بطولة دولية حاليا، في بطولة العالم الجمباز الفني وبطولة أفريقيا للريشة الطايرة وغيره من البطولات خلال الأيام القادمة. على كل حال خلينا نعرف كل التفاصيل ونتكلم أكتر مع ضيفنا العزيز جدا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل عليك. انت طيب طبعا. طيبه. صباح الفل عليك. صباح الفل على كريم. مبسوط ان انا معاكم النهارده يعني. غيبه 4-5 شهور كده صح؟ الحمد لله. نور الدنيا كلها. حبيبي. طبعا عندنا بطولات كتيره مصر بتنظمها الفتره دي، منها اللي انتهت فعالياتها بالفعل ومنها اللي لسه ما زالت قائمه ومنها اللي لسه يعني ان شاء الله هتحصل في الايام والاسابيع القليله القادمه. تعال نبتدي باللي حاصل دلوقتي. مصر دلوقتي يعني بتستضيف بطوله افريقيا للريشه الطايره. رؤيتك للبطولة دي، حجم المنافسة فيها واصل لفين، منتخبنا ايه ظروفه، الى اي درجة ممكن يعني نعتمد على الفوز اللي هو حققه ووصل من خلاله لدور نصف النهائي، فان شاء الله يبقى لنا اول في النهائي. يمكن هبدأ كلامي النهاردة ان اقول ان مصر في الفترة دي بتستضيف بطولات كتيرة جدا في كل الالعاب، سواء بطولات كاس عالم او بطولة عالم. وده ليه بيحصل دلوقتي؟ لان الوقت العالم كله بيستضيف بطولات بسبب اولمبياد باريس خلاص قرب، في بقى سلسله لكل اتحاد لكل لعبه، في بقى زي سلسله بطولات. في دلوقتي مراحل التاهيليه الاخيره لاولمبياد باريس، في لسه بطولات مؤهله لاولمبياد باريس. فمصر خدت الجانب الاكبر من كل البطولات. دي حاجه كويسه جدا طبعا. دي حاجه طبعا كويسه للبلد، وفي نفس الوقت كويسه للاعبين ان هم بيلعبوا كمان في ارض مصر. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا للبلد في البدايه. بطولة افريقيا ريشة الطايرة دلوقتي بتقام طبعا في استاد القاهرة. يمكن منتخب الرجال تأهل نصف النهائي بعد ما كسب اول الماتشين، وهيلعب بعد كده في الادوار اللي جاية بعد بداية يعني نص النهائي. وحلمه طبعا او الهدف بتاعه الاكبر ان هو ياخد البطولة عشان المركز الاول سواء في الرجال او السيدات مؤهل لبطولة العالم اللي هتقام في الصين. دي اهم حاجة. وبالنسبة للفردي هيبقى الاهم حاجه ان اللعيبه تاخد مراكز كويسه عشان الرانكينج بتاعهم يالا، عشان برضو يتاهلوا اولمبياد باريس. ده الهدف الاكبر في الفردي، لكن في الفرق بطوله العالم. لكن الهدف الاكبر لاتحاد الريشه الطايره هو المنافسات الفردي عشان نقدر نلعب في اولمبياد باريس او نتاهل. لان كل بطوله بتديك رانك بتاهلك للاولمبياد، بتديك يعني ليفل، فالليفل ده بيوصلك لاولمبياد باريس. احنا على الصعيدين عاملين ايه بقى؟ الصعيد الفردي والصعيد الجماعي. احنا في الرجال في الفرق لحد دلوقتي احنا وصلنا نص النهائي الحمد لله. للاسف منتخب السيدات ودع نصف النهائي بعد ما خسر اول ماتشين، ما كانش ليه الحظ يعني. برضو في ناس لسه صغيره في المنتخب، لسه برضو المنتخب مش يعني مش بالقوه ان هو ياخد البطوله دلوقتي. لكن في منتخبات كمان قويه في البطوله زي مثلا جنوب افريقيا، موريشيوس، اوغندا، نيجيريا، وكمان الجزائر. دول دايما بينافسوا مصر في الريشه الطايره. عندنا ابطال الحمد لله كويسين جدا. عندنا في الرجال احمد صلاح وادهم حاتم، دول طبعا وصلوا نصف النهائي. وعندنا اكتر من لاعب تاني في المنافسات الفردي. فانا شايف ان احنا عندنا فرصه ان شاء الله في منتخب الرجال ان احنا نعمل حاجه ونوصل للنهائي، وان شاء الله نحاول كمان نحقق اللقب ونتاهل بطولة العالم. لكن في الفردي لسه الدنيا مش واضحه قوي في المنافسات سواء في الرجال او السيدات، لان برضو زي ما حضرتك قلت في السيد زي ما قلت لك يعني السيدات لسه في برضو بعض الخبره لسه ناقصه شويه. لكن في الرجال عندنا لعيبه كويسه، فاتمنى ان احنا ناخد في الفردي الميداليات وناخد في كمان في الفرق ونتاهل بطولة العالم، وكمان نحجز او ناخد كمان رانك حلو عشان يفيدنا في البطولات اللي جايه قبل اولمبياد باريس 2024. صحيح. طيب بالنسبه لبقى البطوله المفروض ده غدا وهي الخاصه بكاس العالم للجمباز، عايزين نتكلم معاك اكتر يعني نفهم تفاصيل كم عدد الدول المشاركه، عدد اللعيبه. بالمناسبه كمان هيكون في تغطيه عالميه وصحافه موجوده عالميه، ولا احنا بنكلم نفسنا في الداخل؟ دي مهمه. يمكن هقول لحضرتك على حاجه. انا امبارح كنت في الاستاد بطوله الريشه، وبعد كده رحت الجمباز اتفرجت على البروفات والحاجات اللي بتحصل. البطوله عالميه يعني، كل سنه بطوله الجمباز بتبقى احلى من اللي قبلها. كاس العالم للجمباز الفني ده المره دي هو السلسله قبل الاخيره قبل اولمبياد باريس. يعني بالمناسبه ايه يعني الجمباز الفني؟ برضو ممكن الناس تتلخبط يعني يختلط عليها الامر. الجمباز ليه تفريعات مختلفه. طبعا في جمباز. الجمباز الفني اللي هو تحديدا ايه بقى؟ في جمباز وفي جمباز فني وجمباز ايقاعي. الجمباز الفني ده اللي هو الارضي والمتوازي وحصان الحلق. هو كذا بيبقى كذا جهاز. فهي طبعا بتختلف في كل يعني في كل جمباز ليه حاجات. في جمباز الايروبيك بطولته المستقله. بالظبط طبعا. تمام. اكيد. بس البطوله دي جمباز فني، كاس العالم الجمباز الفني، ودي السلسله قبل الاخيره مؤهله لاولمبياد باريس. طبعا دي اكبر بطوله في تاريخ الجمباز الفني هيشارك فيها عدد دول وعدد لعيبه. دي ثالث مره اظن مصر. دي ثالث مره على التوالي. لكن البطوله دي بقى بالذات اكتر عدد دول واكتر عدد لعيبه مشارك فيها. ليه بقى؟ لانها قبل الاولمبياد على طول. كله عاوز يحجز مقاعد لاولمبياد باريس، وكله عاوز كمان ياخد الرانك ويعلي نفسه قبل البطوله اللي جايه. البطوله الاخيره معناها ان المنافسه هتبقى ولعه جدا. انا عايز اقول لحضرتك البطوله دي فيها 70 دوله مشارك فيها اكتر من 293 لاعب ولاعيبه من كل دول العالم اللي هم 70 دوله طبعا. مشارك فيها ابطال عالميين واولمبيين اللي هيلعبوا اللي لعبوا في طوكيو واللي لعبوا
هيلعبوا في ريو دي جانيرو واللي هيلعبوا في باريس. في ناس طبعا اتاهلت قبل ما تيجي هنا وفي ناس جايه تتاهل، عشان كده البطوله دي مهمه جدا، ونتمنى ان منتخب مصر يقدر كمان يحقق حاجات فيها كويسه ويقدر يحجز مقاعد لاولمبياد باريس، لان انا شايف ان الجمباز بيتطور جدا في مصر عن السنين اللي فاتت. انا شايف اخر سنتين الجمباز في حته كويسه وده ما كانش موجود قبل كده. طبعا ده بيرجع لمجلس اداره بقياده الدكتور ايهاب امين لانه بيهتم جدا باللعبه. اللي عايز اقوله لحضرتك ان الافتتاح هيبقى تاريخي، الافتتاح هيبقى تاريخي. انا بقول لحضرتك لان اولا اللعبه الوحيده اللي الافتتاح بتاعها في كاس العالم او التوت العالم اللي بيحضروا ناس من اسره اللعبه بعدد كبير، يعني انا بتوقع ان الافتتاح ممكن يكون فيه 15 او 20000 في استاد القاهره في صاله مغطاه اللي هي الرئيسيه. حلو جدا، ودي حاجه كويسه طبعا. ده غير العروض الفنيه والاكاديميات اللي هيشاركوا في البطوله، طبعا الموسيقار العالمي اللي هو هشام خرمه، وطبعا في حاجات كتيره جدا معموله ومتحضره. انا شايف ان البطوله هتبقى كويسه جدا ومهمه، وطبعا الاولوكات العالميه الاجنبيه والقنوات الاجنبيه اللي جايه تغطي، لانها بس حدث عالمي مؤهل لاولمبياد وفي ابطال عالميين واولمبيين. نجوم الرياضه، النجوم اللي جايين من اللي هم كانوا يعني ابطال زمان، دول من مصر فقط ولا من العالم؟ عملتوا دعوات كمان للعالم يعني؟ اتعمل دعوات كل دول العالم، الاتحاد الدولي طبعا، لان الاتحاد الدولي هو المشرف على البطوله. حتى اللايف ستريم بتاع البطوله هو اللي هيدي الاشاره لكل القنوات وهو اللي هيعمل كل حاجه. فطبعا في وحده، انا امبارح اتفرجت على البروفات، كان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه برضه موجود، الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي يعني والاتحاد الافريقي كمان. فانا شفت الناس كتير جدا مهتمه جدا بالتفاصيل. شفت امبارح الاولاد موجودين في الصاله لحد الساعه 10 بالليل بيتمرنوا على الافتتاح وعلى الحفلات. لا فانا شايف بطوله حلوه، وكمان البطوله بيبقى فيها منافسه كبيره جدا. طب انت جبت منين الثقه بتاعه ان انت بتقول ان شاء الله هيحضر حفل الافتتاح ده اكتر من 20000؟ احنا بنتكلم على رياضه برضو اكيد، يعني لو هنقارن شعبيتها بشعبيه كره القدم انت عارف الحال اللي عامل ازاي، فبناء على ايه حاسس ان الرقم هيوصل ل 20000؟ لان انا حضرت بطولات الجمباز اخر 3 سنين مع الاتحاد الجمباز، بالذات كاس العالم وبطوله العالم، وعرفت من الاتحاد ان الدعوه اللي جايه للاكاديميات واللاعبين اللي موجودين واسر اللعيبه والناس اللي جايه من بره العدد اللي هيوصل 15 او 20000. فده من اتحاد الجمباز نفسه، من خلال كمان رؤيتي ومن خلال طبعا المصادر اللي احنا وصلنا لها يعني في البطوله. وطبعا من خلال التحضيرات اللي انا شفتها، التحضيرات كبيره جدا، ودايما لعبه الجمباز في مصر ليها جمهورها، زي لعبه كره اليد ليها جمهورها. حضرتك شفت طبعا توتو افريقيا الكره اليد الاخيره كان فيها جمهور قد ايه؟ طبعا يعني كان مالي الصاله. صحيح. ده هيحصل في الجمباز في الافتتاح. طب احنا الوضع بتاعنا رياضيا بالنسبه للجمباز، احنا رانكينج بتاعنا ايه؟ عدد الابطال بتوعنا اللي حصلوا على اي ميداليات ذهبيه قبل كده؟ يعني خلينا نعرف منك برضو تاريخنا في هذه الرياضه، لان هي رياضه مش حديثه، هي قديمه جدا برضو. احنا يعني انا ممكن اقول لحضرتك، ممكن اقول لك ابطالنا، يعني لو نتكلم على الانجازات، في ناس ممكن تكون زي احمد المراغي، ده خد ميداليه تاريخيه لمنتخب مصر في كاس العالم للجمباز قبل كده، وده كان من قريب، كان من سنه تقريبا، فهو برده بطل مشرف. عندنا عمر العربي لاعب قبل كده في الاولمبياد، وعندنا نانسي طمان برده بطله تاريخيه وبطله مهمه لمنتخب مصر. عندنا طبعا البطل بتاعهم بقى كلهم او الكابتن بتاعهم علي زهران، ده من اهم لعيبه مصر في الجمباز ولعيب مهم جدا. عندنا طبعا جنى عبد السلام، بس دي كلها اجيال جديده. انا كمان زمان كان الاسماء مين مثلا؟ يعني مش متذكر قوي اسماء في الجمباز زمان، لكن انا بقول علي زهران. علي زهران ده من الناس اللي موجوده من زمان ولسه موجوده لحد دلوقتي، هو دلوقتي كابتن المنتخب ولسه بيلعب. عمره قد ايه تقريبا؟ يعني حاجه و30 سنه تقريبا. لا مش من زمان قوي. لا بس لسه بيحقق. بيكبرونا ليه؟ بالنسبه للجمباز. لا بالنسبه للجمباز ليه هو الايدج بتاعه كام ماكسيمم؟ لا مفيش ايدج معين، انا شفت ناس بتلعب في البطوله 49 سنه. ياه. كانت في بطله من المجر قبل كده بتلعب عندها 49 سنه وبتحقق، والاتحاد كان عملها تقرير يعني ان هي كانت مخلفه ومتجوزه وبتلعب وبتعمل حركات ايقاعيه. لا يعني دي حاجه، وده طبعا ده الشغف بتاع اللعبه. في ناس بتبقى ليها شغف مالهاش دعوه بالسن، الرياضه عمرها ما اعتبرت بسن. انا شايف كده ان الرياضه ما دام انت عندك هدف، زي كرم جابر، هو كرم جابر لحد دلوقتي بيلعب وبياخد بطولات زي حتى في الرواد اللي هو المنافسه الكبيره، وداخل تصفيات اولمبياد باريس. يعني كرم جابر ده بطل تاريخي. طب وترتيبنا وفقا للعالم في الجمباز؟ مش هقول لك ان احنا من اول 10، مش هقول لك ان احنا من اول 10 ولا من اخر 10. لا مش اخر 10، احنا الحمد لله في مكانه كويسه. احنا في لا بهزر. لا 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 انا بقول لحضرتك احنا في مكانه كويسه، مش انا بقولش كلام كده وخلاص. احنا مش في اول 10 بس هقول لك ان احنا في مكانه كويسه جدا في الجمباز. لو بنتطور يبقى جيد. بص يعني انا الفكره كلها تبقى ماشي على الطريق السليم. لو انت كنت مثلا مركز 50 حتى ودلوقتي مركز 40، ده بالنسبه لي انجاز كبير جدا انك بتتطور، فده المهم. من خلال متابعتي انا بقول لك ان احنا اخر سنتين الحمد لله وصلنا لمكانه كويسه، بنوصل نهائيات في بطوله العالم. مش بس بنوصل لنهائيات، انا بقول لك احمد المراغي ده خد ميداليه اول مره تحصل في تاريخ الجمباز، ففي بروجريس، في هدف بيحصل وهم شغالين على ده. بس خلي بالك احنا بنتكلم على رياضه، واللي انا هقوله لك ده موروث عند كتير جدا من الاسر عبر يعني ازمنه مختلفه، فكره ان اولادهم اول ما يبتدوا يمارسوا رياضه غالبا بيختاروا لهم الجمباز.
فالمفروض انه ينتج عندها عبر السنين الطويله اللي فاتت ان يكون عندك منتخب مميز ويكون عندك اسماء كبيره في المجال ده. هل ده حاصل او الى اي درجه الكلام ده حاصل؟ انا لو هقدر اقول لك انا ممكن اقول لك ان الفتره الاخيره او المجلس الموجود دلوقتي هو اللي اهتم باللعبه قوي، يعني بدا يعمل اكاديميات وبدا يعمل بقى معسكرات للفرق بره وبدا يجيب مدربين من العالم، من المجر ومش عارف من النمسا ومنين. انا شايف ان مصر بتتطور في لعبه الجمباز وده واضح للجميع. لو حضرتك دلوقتي عملت سيرش على الجمباز المصري هتلاقي النتائج كويسه. ليه؟ لان بدا في تطوير، بدا يبقى في هدف، بدا ان الناس بتلعب بحب، يعني مش بس بلعب بروح العب جمباز وامارسه وخلاص. انا شايف امبارح الاطفال حتى اللي بيعملوا العروض بيشوفوا الابطال قدامهم، علي زهران وحبيبه مرزوق اللي هي عملت طبعا العرض التاريخي الفرعوني في البطوله قبل كده كانت موجوده امبارح بتقدر. الناس دي كلها بقوا انت شايف ايدول قدامك، يعني البنت الصغيره شايفه حبيبه مرزوق دي بالنسبه لها ايدول طبعا، فشايفين علي زهران ده اسطوره. فطبعا هم الناس دي كلها نجوم اللعبه، ولما انت بتشوفهم على ارض الواقع بتشوفهم هما بيلعبوا انت عايز تعمل الحركه بتاعتهم طبعا. فطبعا ده حاجه كبيره جدا. ده غير بقى ان اسرتك موجوده في المدرجات والناس كلها في المدرجات، اكاديمياتك النادي بتاعك بيشجعك. فلا طبعا دعم اللعبه، دعم الاتحاد للعبه، دعم وزاره الرياضه للعبه انا شايفه مهم جدا كويس. وانا بقول لك البطوله دي تبقى بطوله مهمه، حتى لو ما خدناش ميداليات وحققنا نتائج كويسه وتاهلنا منها الاولمبياد او عملنا فيها حاجه كويسه، بس ان شاء الله اتمنى ناخد ميداليات طبعا، ويعني اتوقع ان احنا ممكن ننافس كمان قوي بشكل قوي يعني. لكن انا شايف ان البطوله مهمه لان السبوت كله عليك. كويس قوي. قبل ما نسيب ملف الجمباز، يعني الاتحاد الدولي اشاد بالتجربه المصريه اكتر من مره، انت عندك سنه واثنين وادي الثالثه، بس المهم كمان مع ده ان احنا ناكد على معلومه، اللي بينظم هذه المحافل الدوليه الرياضيه في مصر عناصر شبابيه مصريه ولا بيتم الاستعانه ببعض الخبرات الاجنبيه؟ لان حسب المعلومات اللي عندي معرفش صح ولا غلط ان الاستعانه بتكون بشباب مصري بنسبة كبيرة جدا، هل ده فعلا الأمر؟ كويس إن حضرتك قلت الكلمة دي، يعني أنا بقول لك لو هقول لك على الموجود على اللايف ستريمينج دي شركة بتنفذ البرودكشن أو الحاجة الموجودة، لكن الكل اللي موجودين في اللعبة سواء متطوعين سواء ناس مسؤولة في اللجنة المنظمة كلهم من أسرة الجمباز، بنات وولاد. أنا شفتهم بنفسي إمبارح بيساعدوا الناس كلها، وطبعا هم عشان في اللعبة فاهمين فهم عارفين النجوم وعارفين الأبطال وعارفين إزاي يتعاملوا مع الدول، وفين بقى المكان اللي بتلبس فيه اللبس، فين المكان اللي بتتدرب فيه، فين المكان اللي تاخد فيه. إمبارح كان في فوتو سيشن لكل اللعيبة. لو حضرتك شفت دلوقتي اخر بطولات في مصر مش هتلاقي ان في كل الدول اللي جايين يعملوا فوت سيشن، يعني ممكن كره اليد بيحصل فيها كره القدم في الكاف بيحصل لكره، لكن الجمباز امبارح كل الدول بتعمل فوت سيشن. دي حاجه اصلا بتبسط اللعيبه ان يشير صوره وان يقول انا بقى انا هنا في مصر يا جماعه، انا في اليابان صحيح. انا جاي مصر هلعب كاس العالم عشان اسال لباريس ونجم عالمي اولمبي. ذكر كاس العالم ودي برضو من الحاجات الحلوه اللي كلنا اكيد واخدين بالنا منها في الفتره الاخيره، يعني من جمله البطولات الرياضيه المختلفه اللي بتنظمها مصر في السنين اللي فاتت، منها بطولات عالم وكؤوس عالم كمان، ومن ضمنها يوم 22 شهر فبراير اللي احنا فيه ان شاء الله في كاس العالم لسلاح الشيش مين. صح كده، هو برضو اعتقد ان هو من البطولات المؤهله لباريس مش كده برضو؟ كلها سلسله كل بطولات بتتلعب دلوقتي سلسله بطولات مؤهله لاولمبياد باريس. حلو قوي. وضعينا ايه بقى في البطوله دي وتوقعاتك ايه؟ لا احنا في سلاح الشيش احنا مميزين، او في السلاح المصري بشكل عام احنا مميزين. ليه؟ لان لو عندنا هتكلم بقى باسماء محمد حمزه النهارده هو المصنف الاول اولمبيا في العالم ما شاء الله، المصنف الاول اولمبيا يعني الاول عالم في الاولمبياد ما شاء الله، ده والثالث عالميا ده محمد حمزه، وهو صاحب يعني ذهبيه كاس العالم الاخيره، فهو بطل ومرشح للتاهل لباريس بطبيعه الحال، مرشح للتاهل وهيتاهل وهيلعب في باريس، واعتقد ان هو عنده فرصه كبيره. انا في ثلاثه براهن عليهم في لعبه السلاح في اولمبياد باريس، اقولهم لك بالاسم: محمد حمزه في سلاح الشيش، وعندنا كمان محمد ياسين ده بطل عالمي واخد اكتر من ذهبيه واكتر من بطولات عالم وكاس عالم من ميداليات، وعندنا زياد السيسي ده هقف عنده شويه، لان زياد السيسي ده يعني ده حد كده زي ما بقول لك اسطوره في اللعبه. ليه؟ لان زياد السيسي هو اول مصري في التاريخ ياخد ميداليه بطوله العالم في لعبه السلاح، لما خدها في ميلانو خد برونزيه اللي هي كانت من سنه اللي فاتت دي. فزياد السيسي كمان هو صاحب اهو في الصوره معانا، يمكن زياد السيسي ده اول لاعب مصري ياخد ميداليه بطوله العالم، وكمان هو واخد ذهبيه بحر المتوسط، دي كانت اول ميداليه ذهبيه للسلاح في البحر المتوسط، دورات من اول ما اتعملت دوره البحر المتوسط. فهو بطل تاريخي جدا، يمكن هو كمان نفسه يحقق حلم والده الله يرحمه، طبعا هو لسه متوفي قريب، هو طبعا بطل تاريخي، مهندس ميكانيكا وبيدرس في امريكا، وهو بالمناسبه جوز نوران جوهر بطل العالم في الاسكواش، فهم اسره رياضيه جدا وناجحه ما شاء الله، وعنده شغف وعنده حلم في اللعبه. فانا اعتقد ان زياد السيسي، محمد حمزه اللي معانا في الصوره، وكمان محمد ياسين، الثلاثه دول انا براهن عليهم في اولمبياد باريس. طبعا ده غير منتخب السلاح كله، عندنا محمد طبعا السيد واحمد السيد، وانا ممكن اقول اسماء كتير جدا، بس انا بتكلم عن الناس
اللي انا من متابعتي شايف ان هم بوتنشال عالي بوتنشال يعني. عالي وعندهم حلم. لعبه السلاح ماشيه في تطور رهيب جدا. انا بقول لحضرتك ان احنا مصنفين اول عالميا مش بس في الفردي في الفرق كمان, احنا كمان مصنفين ثالث عالميا في سلاح تاني في سلاح. طبعا احنا السلاح سلاح شيش وسلاح سيف المبارزه وسلاح اللي هو العادي سلاح السيف. دي الاسلحه اللي احنا بنلعب فيها والبطوله دي كاس عالم سلاح السيف بس, لكن سلاح الشيش بس شيش. لكن انا قصدي عامه في الاولمبياد. أوكي. طبعا في الاولمبياد المنافسه اقوى طبعا. المنافسه قويه جدا, يمكن امريكا وايطاليا واليابان وبولندا ممكن اقول دول الفرق القويه جدا في السلاح, ومصر ومصر بتتفوق على الدول دي وبطولات كتيره جدا بنجيب ذهب عليهم. والله للدرجات دي احنا طبعا اكيد انا بقول لحضرتك المصنف الاول اولمبيا في العالم هو لعيب مصر. بتعد الدول قلت عليه العوض في الثلاث ميداليات يعني لا لا لا, لا انا بقول لك انا بقول لحضرتك الاوائل في اللعب عامه هم دول, لكن احنا بقول لك المصنف الاول اولمبيا هو محمد حمزه, المصنف الثالث عالميا محمد حمزه, المصنف الثالث عالميا في سلاح السيف اللي هو زياد السيسي, والمصنف الخامس اولمبيا زياد السيسي. فاحنا عندنا ناس فعلا جامدين جدا في اللعبه, واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقهم, وبحلم بميداليه للسلاح في اولمبياد باريس. كلام محترم جدا. طيب التطوير اللي حاصل في معظم الالعاب دلوقتي مش بس في رياضه معينه وعلى صعيد الفردي والجماعي اكيد بيكون لي خطة ليه تبعات كبيرة وليه كواليس كبيرة. ناس كتير بتتساءل برضو يا علي وانت ملم بهذا الملف, رغم الامكانيات المادية المحدودة ازاي في تطوير في كل الاتحادات, خلينا نقول بجد لازم ندي الناس كريدت بصراحة بهذا الشكل, وناس كتيرة بتعمل او بتعكس الشغل ده على ان في امل كبير في باريس يكون في عدد ميداليات اكبر ومصر يكون ليها نصيب اكبر من التتويج, فان شاء الله يعني نأمل طبعا ذلك. بس بتفسر التطوير اللي حاصل ده بايه؟ والله هو خطط مدروسه يا ناس بتفهم, يعني انا شايف ان في اتحادات بتدرس علميا الموضوع قبل ما تكون ان هي بتجيب مدربين وبتعمل معسكرات وخلاص. انا ممكن اجيب مدرب اجنبي وادي له فلوس بالدولار حلو جدا واسفره معسكر واسفر اللعيبه ويتصوروا ويعملوا وفي الاخر ما يجيبوليش نتائج, وده حصل في كره القدم. يعني ما تجيش على الجرح بقى. لا ما لازم برضو عشان الناس دي مش واخده حقها. الناس ولو جيت على الجرح ما تتكش, ما تتكش مش هتتك بس احنا مجروحين بما يكفي. بس لازم اقارن, لان احنا في الالعاب الفرديه احنا مش واخدين حقنا زي كره القدم. يعني انا بتكلم دلوقتي بلسان اللعيبه لان انا صحفي متخصص في العاب, وما فيش اي رياضه واخده حقها زي كره القدم. يمكن كره اليد بامانه مش ابتدت. لا كره اليد طول عمرها لعبه مشرفه. انا دلوقتي لما منتخب مصر في كره اليد بياخد 3 امم افريقيا ورا بعض, هو قرر انجاز الجيل الذهبي لكره القدم مع كابتن حسن شحاته. بالمناسبه وعلى فكره منتخب مصر في كره اليد هو صاحب ذهبيه بطوله العالم للناشئين وصاحب ثالث العالم في الشباب. فلا انت عندك كل الاجيال المميزه. كره اليد عندك 10 او 12 محترف في اكبر الدوريات الاوروبيه. كره اليد انا بالنسبه لي واقول على الهوا افضل لعبه جماعيه في مصر. بدون منازع. وعلى فكره فرضت نفسها بالارقام دي, على فكره مرشحه من ميداليه بقوه في اولمبياد باريس. يا ريت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حلو قوي. من كام يوم مصر استضافت بطوله برضو مهمه جدا, كاس العالم للقوه البدنيه. وامبارح ولا فاكر امبارح ولا اول امبارح كان برضو معانا 2 من ابطال مصر في امبارح في القوه شرم البدنيه. الشيخ بطوله كانت في شرم الشيخ. ايوه كانت في شرم الشيخ مظبوط. ويعني واللي اتقال ان ابطالنا طبعا الى جانب ان هم توجوا بلقب هذه البطوله كمان في 28 رقم قياسي تم تحطيمه من خلال ابطالنا المصريين ابطالنا وبطلاتنا. فبرضو رؤيتك للبطوله دي والانجاز اللي اتحقق فيها ممكن دي تكون نقطة انطلاق لإيه الفترة اللي جاية؟ أنا عايز أقول لك حاجة, أنا ما كنتش متابع القوة البدنية دي قبل كده من سنتين, يعني بدأت أسمع عنها من سنتين. أنا بتكلم معاك بكل صراحة. أوكي. لكن أنا شايف إن الجهد اللي بيتعمل دلوقتي, مصر زفت أكتر من بطولة عالمية, بناخد أرقام, بننافس الناس اللي بره, بدأنا نخش معاهم في اللعبة. يعني بتحط رجلك بتحط رجلك في مكان تقدر تتطور, دي حاجة أنا بالنسبة لي مميزة. أنا ما عنديش مشكلة والزمن يكاد يكون قياسي كمان بالظبط في الظروف اللي أنت فيها. أنا شايف إن أنا شايف إن لما بتحط رجلك في بطولة في لعبة زي دي وبتبدأ تنافس فيها دي حاجة كويسة جدا. أنت ممكن تتابع سكواش, ممكن تتابع كرة يد, ممكن تتابع سباحة, تتابع جمباز, لكن ما تتابعش قوة بدنية. تتابع رفع أثقال ما تتابعش قوة بدنية. هي قوة بدنية منها رفع أثقال. هي نفس يعني إيه الفكرة ده. نفس الفكرة بتاعها ونفس الأجسام ونفس الحاجات. لكن أنا شايف إن اتحاد القوة البدنية أو الاتحاد اللي بيعمل الحاجات دي كلها دي كويسة. وشرم الشيخ في البطولة الأخيرة شارك فيها عدد دول كبير جدا. طبعا ده طبعا مصدر دخل كويس لمصر, وفي نفس الوقت انت بتنافس وتبقى موجود وبتقول للناس بره انا موجود في اللعبه دي, وده حلو وده بالنسبه لي كويس. فانا شايف ان الهدف منها هو التطور وهدف منها التواجد والمنافسه والحاجات دي كلها هتيجي. وانت برضو حققت ميداليات كتيره جدا وده حاجه ده انجاز كويس. انا كنت متوقع ان احنا ممكن نحقق دلوقتي, لكن دلوقتي بتحقق وكمان بتتطور, ده بالنسبه لي
يعني حاجه كويسه. اتمنى ان الموضوع كمان يتطور اكتر من كده، مش بس نستضيف بطولات. طيب انا الوقت بيجري، بس انا عندي سؤال مهم الحقيقه دلوقتي جه في بالي. احنا دايما بنقول عايزين التجربه المحليه كمدير فني في رياضات بقى مختلفه هنا على الصعيد الفردي والجماعي. عندنا كام مدير فني محلي مقارنه باجنبي؟ ده انت حضرتك بتقارني بين كره القدم؟ لا انا سايبه كره القدم على الجنب، انا بتكلم في العموم في الالعاب الفرديه. في الالعاب الفرديه والجماعيه عندنا احنا كام لكام لو انت عندك معلومه؟ 90 10 90 محلي ولا 90؟ 90 محلي طبعا. طب شفت بقى، يعني المحلي هو اللي جايب لك الارقام الحلوه او البطولات. انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، بس برضو بقى في خبير اجنبي، لان الخبير الاجنبي بيديك برضو الخبرات بتاعت بره، لان انت برضو في ناس كانت سابقاك في العابات. ده مش غلط، بس مش غلط. انت بتعتمد اكتر على المحليين. ما هو ليه بقى؟ لان انت بتجيب المحليين كوادر ولاد اللعبه. بالظبط، ولاد اللعبه. انت في نفسك عايز، ما هو تطور ازاي؟ لما تطور تجيب اجنبي يمرن الناس اللي هي اصلا اساطير في اللعبه وعاوزين كمان يتطوروا، بياخدوا بقى الكورسز وبياخدوا الحاجات بتاعتهم، اللايسنس بتاعتهم، كل حاجه بيتطوروا. بعد كده انت بتتسال عن الاجنبي. صح. المصري ده هو اللي يجيب لك النتائج. ليه؟ ما انا ابطال المصريين كلهم الحمد لله الحمد لله بيتمرنوا في مصر، يعني مدربين مصريين، المعسكرات بتعملهم من الاتحاد المصري، كل حاجه بتعملهم من مصر. فانا شايف ان المصريين او ذات، يعني مثلا اتكلم بلعبه صغيره جدا، لعبه السلاح والخماسي الحديث. لعبه السلاح والخماسي الحديث لو اتكلمنا في الخبير الاجنبي يكاد يكون معدوم. هو أوكي. واحد مثلا، واحد في سلاح والباقي كله مصريين. نفس الكلام في الخماسي الحديث، كلهم مصريين. هايل. الخماسي الحديث ده خبر على فكره حلو جدا، دي حاجه كويسه جدا، وكلهم مصريين. وعلى فكره كل اللي منهم مصريين، منهم مدرب مثلا بعد ما تفوق في لعبه الخماسي راح اشتغل في منتخب مصر كره القدم الاول مع روي فيتوريا. كابتن عبد الرحمن عيسى كان مدرب البطل الاولمبي احمد الجندي اللي خد معاه فضيه اولمبياد طوكيو 2020. ده مدرب مصري كادر محترم، بعد ما نجح في لعبه الخماسي بقى شغال في الخماسي، وخدوه مدرب احمال بدني فين؟ في منتخب مصر كره القدم، بيمرن محمد صلاح وتريزيجيه والنني. ده الهدف، هو ده الناس اللي عندها فكر اللي عايزه تتطور. بس كده احنا بقالنا فتره مش قصيره بنتكلم على ان مصر الحمد لله نجحت بشكل كبير على مدار اخر كام سنه في استضافه وتنظيم فعاليات كبرى، البطولات الرياضيه على مستوى العالم، منها بطولات عالم ومنها كؤوس عالم. هل احنا ناقصانا حاجه؟ هل في مآخذ معينه لاحظتها او تحفظات ما لاحظتها من خلال متابعتك للبطولات الكتيره اللي مصر نظمتها مؤخرا؟ بص لو هتكلم على، يعني بنتكلم على انجازات وباشاده، لكن هل في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها محتاجه تتظبط؟ انا يعني في اتحادات مش هقدر اتكلم عليهم، لان هم بيهتموا بالنشأ وبيهتموا بالشباب وبيهتموا بالكبار، وعاملين خطه زي كره اليد، بيهتموا من فوق لتحت. فعندك اجيال مميزه، تلاقي الفريق الاول فيه شباب وناشئين. نفس الكلام في الخماسي الحديث، انت في ناس بتاخد ميداليات، بتلاقي الناشئين والشباب بيطلعوا معاهم بياخدوا نفس الدرج، بياخدوا نفس الكلام في السلاح. لكن في لعبات انا شايف ان هم مثلا لسه ما خدوش مثلا البروجرس ان هم ايه يدخلوا شباب وناشئين، بيهتموا بالاول بس عشان عايزين ايه اللي تحت رجليهم دلوقتي، اللي هو يلا باريس، بعد كده افكر بقى في بعد كده. لا، الاتحادات اللي بتنجح لو بالنسبه لي هي الاتحادات اللي شغاله صح، او فعلا الاتحادات بتفكر صح علميا، هو اللي بيشتغل مع تحت مع النص مع فوق بالتوقع. هو ده مع ناشئين وشباب وكبار. فانت وانت بتطلع اللي فوق بتاخد ميداليات، بتلاقي ده بدا ياخد نفس الخط. لما بياخد الخط ده بيشوف اللي قدامه بياخد، فبايه بيبدا كمان هو كمان ياخد ميداليات. فانا شايف دي اللي كانت ناقصانا في بعض الاتحادات. لكن كتنظيم لا، الحمد لله مصر بتنظم بطولات كبيره جدا، عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا العاصمه الاداريه فيها مدينه اولمبيه فيها كل حاجه موجوده دلوقتي، ان احنا نستضيف اي حاجه كبيره كمان اكبر من كاس عالم وبطوله عالم. فلا، ده اللي ناقصنا بس. طيب هنختم بالكاراتيه بقى، اتكلمنا اكتر عن الكاراتيه برضو والتنظيم الاخير. يمكن مصر تضيف خلاص الدوري العالمي للكاراتيه، خلاص الشهر اللي هو شهر 4 تقريبا، الدوري العالمي للكاراتيه وبطوله العالم 2025. بطوله العالم دي للكبار، دي مصر بتستضيفها لاول مره. بطوله العالم دي حاجه كبيره جدا في الكاراتيه، مشارك فيها طبعا دول كتيره جدا يعدوا 60 70 دوله، ودي حاجه كويسه. واكتر من طبعا بابطال اولمبيين وعالميين. يمكن هي اللعبه مش مؤهله للاولمبيات، لان اللعبه خلاص اتشالت من الاولمبيات بعد طوكيو 2020، مش موجوده في باريس، وبيحاولوا طبعا ان هم يدخلوها بعد يدرجوها مره ثانيه. بعد كده، لان كمان حتى في لوس انجلوس اتحددت الدول الالعاب الجديده الموجوده، منهم الاسكواش الحمد لله. دخل كنت معاكم هنا من حوالي سنه ومن خمس شهور بنتكلم، وقعدنا النادي وقعدت تقولي لي تساليني على الاسكواش امتى يخش وامتى ننافس. انا قلت لك ان شاء الله نتمنى، شغالين فعلا بالفعل الاتحاد المصري مع كل الاتحاد الدوليه، الحمد لله دخلت رسميا في لوس انجلوس. نتمنى ان اتحاد السكواش يفضل
يهيمن ويطور على لوس انجلوس عشان نشوف ميداليات اولمبيه. هي كده السكواش مكمله في الدورات الاولمبيه اللي جايه ولا اللي جايه بس؟ لا اللي جايه بس. اللي جايه اللي هي مش اللي جايه اللي هي لا مش اللي جايه 2028 اللي هي لوس انجلوس. لا باريس دي ما فيهاش سكواش ولا فيها جمباز ولا فيها قصدي يعني موجوده بس في 2028 في امريكا لوس انجلوس. اوكي. والكاراتيه كانت موجوده في طوكيو ومش موجوده في باريس ومش موجوده في لوس انجلوس. الحكمه في الحكايه دي لا يعني ليه الالعاب اللي موجوده في اي دوره اولمبيه بتبقى متغيره على حسب المكان اللي مقامه فيه الدوره الاولمبيه؟ هو الموضوع بيرجع للاتحادات الدوليه وبيرجع للجنه الاولمبيه الوطنيه او اللجنه الاولمبيه الدوليه، لان هم في الاخر بيعملوا زي مكتب تنفيذي في الدوله اللي بتستضيف الاولمبياد، بيشوفوا الدول برضو اللي بتشارك اكبر في لعبات مشهوره او لعبات هم عاوزين يشاركوا فيها. الدوله المنظمه برضو ليها الحق ان هي برضو تتكلم في اللعبه. يعني مثلا انا مصر لو جيت استضاف اولمبياد هقول سكواش، هدخل سكواش. بس المهم بعد ما نقول سكواش نعمل حاجه على الارض. اكيد احنا عندنا الحمد لله في السكواش ابطال عالميين مصنفين الاول عالميين. مش عندنا احنا مهيمنين على كل الرانكينج. ما دي حقيقه، ما دي حقيقه. فاحنا عندنا ابطال جامدين في السكواش. فهي الموضوع الاولمبياد ده بيختلف. انت في الاخر في حاجات برضو يعني بتتحكم في الموضوع زي الرعايات زي المشاهدات. انا ممكن لعبه الكاراتيه دخلت مره بعد كده دخل مكانها لعبه تانية عشان برضو الكاراتيه في دول ما بتلعبهاش، في شركات راعي مالهاش دعوه بالكاراتيه قوي دخلوا السكواش عشان السكواش مش عايز يطلع. في لعبه زي البريك دانس دخلت، دي بالنسبه لها بالنسبه لقنوات كتيره جدا البريك دانس ده بريك دانس عادي. لا يا راجل والله. هو البريك دانس بقت رياضه؟ لا موجوده رياضه اولمبيه بريك دانس. فعلا؟ ايوه طبعا. الهيب هوب الهيب هوب ده لعبه اولمبيه. الله. طب مفيش رقص شرقي يعني ممكن ننافس فيه برضه؟ لا مش رقص شرقي. مش الدرجه. لا مش الدرجه. بس اللعبات دي اولمبيه. التزحلق على انا اول مره اعرف المعلومه دي الحقيقه. انت عارف طبعا هي كانت رقصه شهيره في وقت معين في التسعينات وكانت يعني عملت غزو للعالم كله وحتى عندنا في مصر، بس كون انها رياضه وليها منافسات دي اول مره اسمعها. لا ليها منافسات وفي دول بتهتم بيها، وفي طبعا اولمبياد شتوي بيتلعب فيه طبعا زي لعبه التزحلق على الجليد والحاجات دي كلها، وبتخش والتسلق الجبال. كل دي العاب على فكره. كل الالعاب دي في منها اولمبي في منها مش اولمبي، في منها بيخش اولمبياد ودخل وفي منها لسه ما دخلش الاولمبياد. فعاد يعني كل حاجه متغيره. لكن انا اتمنى ان الالعاب اللي مصر متفوقه فيها جدا ان تكون موجوده في الاولمبياد يعني السنين اللي جايه، عشان احنا برضو ماشيين كويس في الالعاب. بس لازم كل اولمبياد يبقى فيه تطوير وفي عدد اكبر من الميداليات، ده المعيار الوحيد على نجاحنا او ان احنا ماشيين مظبوط. نتمنى ذلك. علي نورتنا بجد. اشكرك جدا على الفقره دي. شكرا ليك. شكرا جدا. اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا. شكرا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل حلقتنا. خليكم معانا.